إذا أجلنا من الفاصل. قبل الفاصل قدمنا لكم الدجاج، كباب الدجاج بالنبيل مع خضار كثير، مع بندورة طيب كثير. الآن راح نسوي لكم الأبل كرامبل. أبل كرامبل يعني فتات التفاح. أبل كرامبل يعني تفاح مسوى مع فتات من الطحين. خلينا نشوف الأول المقادير، وبعديها إن شاء الله مباشرة الحين نسوي الأبل كرامبل. أوكي، الأبل كرامبل عندنا 4 تفاحات لون أخضر. إحنا اليوم استعملنا التفاح الأخضر، كيف نستعمله؟ 1/2 كوب من السكر البني، 1/2 كوب من الطحين، 1/2 كوب من الزبدة، وأكيد بدنا ملعقتين كبيرتين من القرفة. هاي مقاديرنا لليوم، كيف بدنا نجهز الأبل كرامبل. يعني التفاح الأخضر محلى على الشاشة. أوكي، كيف بدنا نحضر التفاح الأخضر الأبل كرامبل؟ بدنا نبلش طبعا في تجهيز التفاح. التفاح طبعا يجب أنه يقطع، أنت شايفين يقطع 100% ويقشر ويقطع. وبعدين بدي أضيف عليه القرفة، هاي ملعقة وهي 2، ونحركه منيح. فرن بيكو الآن مسخن على حرارة 180، والآن بدي أسوي الكرامبل تبع التفاح أو القشرة الخارجية اللي بدي أضيفها على وجه التفاح وأدخله على الفرن. هذا حلو بتسوى على السريع، هو طبعا مش هو يسمى الديزيرت أو الحلويات اللي تقدم مباشرة بعد الفطور أو بعد الوجبة الرئيسية. أوكي، بنروح على الثلاجة بنجيب زبدة المراعي. زبدة المراعي عندي هون طبعا نقطعها إلى مكعبات ومبردة، بدي إياها تكون باردة مشان أشتغل فيها على السريع. أوكي، عندي الفود بروسيسر هون جاهز، راح أضيف، راح أبدأ في الطحين. أوكي، كمية الطحين اللي عندي، وبعدين راح أضيف عليها السكر البني وأبدأ في خلطها، وبعدين أنزل زبدة المراعي المبردة. طبعا كمية السكر عندي هون كتير كثير، مش راح أستعملها كلها فور شور، فلذلك راح أستعمل حسب المقادير. السكر البني إيش هو؟ عبارة عن إيش؟ هو سكر قبل التكرير، أو ممكن يكون سكر أبيض بنضيف له شوية من الدبس. هون بنضيف الخلاط، نشغل وبنبدأ نضيف زبدة المراعي عليها. هيك رح يصير عندي كرامبل، يعني اشي مخلوط. شوفوا كيف صار عندي زي حبيبات. هاي الفكرة من كل اوكي ممتاز، بكفي ما فيش داعي ضل اخبطها كثير. هاي صارت امورها جاهزة، الان بنحرك. شوفوا كيف صار عندي كرامبل مخلوط من زبدة المراعي والطحين والسكر البني. الان شو بعمل؟ باجي مباشرة برفع طبعا هاي، خليها هون على جنب، وكمان هاي، وببدأ في عملية إضافة الخليط الطيب فوق التفاح والمتبل مع إيش؟ تبلين، وإحنا مع القرفة، وناخذ اتصال مع عصمة من الزرقاء. ألو ألو ألو، يا هلا عصمة، كيف حالك؟ الحمد لله. يا هلا يا هلا يا حي الله، كيف حالك؟ نشكر الله، رمضان كريم. الله أكرم. تفضلي. معلش بدي تعمل لنا صينية الإزحة. أنا سويتها موجودة على اليوتيوب، عملناها، لكن تكرمي تكرمي، بلكي عملناها كمان مرة. طيب ناخذ اتصال كمان آخر من لانا. مساء الخير لانا. لانا ألو، يا هلا، مرحبا، كيفك شيف؟ كيف صحتك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، اهلا وسهلا. حبيت اسلم عليكم واقول لك يعطيك الف عافيه عن جد.
الله يعني عافيكي. دائما هيك بنصير بدنا نفطر بس نشوف اكلاتك. الله يسعدك يا رنا، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. نسلم ايديكم ونسلم ايديكم على البرامج الحلوه. ايديك يا رب. وحابب اسلم على المخرج علي ابو جمعه وعلى خارج السواء وعلى كل اللي عاملين في قناه ري ار. اكيد هم سامعينك وبسلموا عليك. هيهم بيحكوا لي انهم بسلموا عليكي. يلا سلمني عليهم يعطيهم الف عافيه. الله يعافيكي، شكرا لك. عفوا. تحياتي، يا هلا فيكي. اذا اعزائي، بعد ما اضفنا الكرامبل مصنوع من زبدة المراعي المبردة مقطعة الى مكعبات، ومقدار السكر البني ومقدار الطحين، وخلطناه بالخلاط او ممكن بايدنا نسويه، وضعناه على التفاح اللي اضفناه شوي من القرفة بعد التقشير. والان خلونا نحكي او نتصل مع ملاك من معان. مساء الخير يا ملاك. ملاك، كيف حالك؟ الحمد لله منيحة. كيف كنت يا هلا بيك. يا هلا، عن جد اسلم كثير كثير على الطبخات. تحياتي يا ملاك، جاهزين؟ لا شكرا على واجب. شو؟ نعم اسمع، احنا انا حابة اوجه تحية من خلال برنامجك الحلو لبنات خالتي مجد وريما. يا هلا بيهم، انت وهم، تحياتي. شكرا لاتصالك. شكرا. اذا اعزائي، احنا الان بدنا نستنى تقريبا من ربع ساعة لثلث ساعة حتى تاخذ لون جميل، وعبارة عن طحين سكر وزبدة. شوفوا الكومبينيشن الطيب مع تفاح مع شوية طبعا القرفة، اشي روعة. فكرة التفاح الاخضر اللي استعملناه اليوم بطلع منه وصفات كثيرة كثيرة ولا اروع. تفاح يعني عالم خاصة. هسه ليش احنا بنستعمل التفاح الاخضر؟ بنستعمله لانه اول شيء بسبب انه تفاح صلب بتحمل الطبخ. السبب الثاني طعمه حامض حلو، بيعطي حموضة وبيعطي حلاوة بنفس الوقت، وهيك يعني حموضته بتكون غالبة. احنا الان عم نستنى سمير حتى شوي ندردش انا وياه ونحكي لنا بكم شغلة، ولكن نروح على الفرن نشوف ايش صار عندنا. منظر بجنن، اللي قبل كرامبل بالفرن راح نطلعه بعد شوي، بس خليه شوي يتهدى. اوكي، هاي انا عندي هون الابل كرامبل كمان صار جاهز. اذا صار في عنا ابل كرامبل عملنا مع التفاح ولا اشهى منه، وعملنا لكم كباب الدجاج من نبيل، كباب دجاج محشي طبعا بشهي، وكمان دجاج بالخلطة اللبنانية وسلطة يونانية.